مشاهدينا الكرام عدد جديد من برنامجكم اليومي نهار تراندينغ ودائما ابرز ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات. مشاهدينا الكرام لم يكن بيت عائله ابو طه في حي تل السلطان بمدينه رفح جنوب قطاع غزه سوى مأوى بسيط لعائله فلسطينية حتى أصبح ساحة للمعركة الأخيرة للشهيد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مشاهدين فبعد عام كامل من المطاردة الصهيونية خاض سنوار في هذا البيت معركته الأخيرة متحديا قوات الاحتلال حتى الرمق الأخير وكانت عائله ابو طه نزحت عن منزلها تحت وطاه القصف لتترك خلفها ذكريات 15 عاما، لكن الفقد لم يكن مجرد لحظه او لم يكن مجرد لحظه الم بل تحول الى مصدر لفخر غير متوقع كما تقول العائله بعد ان علمت باستشهاد السنوار في منزلها مشاهدينا الكرام اصبح المنزل الذي خاض فيه رئيس المكتب السياسي لحركه حماس يحيى السنوار معركته الاخيره واستشهد فيه عقب مواجهات مع الاحتلال الصهيوني حديث الاعلام والصحافه ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث عبرت الاسره المالكه للمنزل الذي وقع به استشهاد يحيى السنوار عن فخرها بلجوء القائد البارز في المقاومه الفلسطينيه لبيتهم في معركته الاخيره. وجاءت التدوين لاحد افراد العائله المالكه للمنزل على منصه التواصل انستغرام، مكتوب فيها اطهر واشرف كرسي في العالم كله في بيتنا. مشاهدينا كما نتابع في هذه الصورة أترككم الآن تتابعون هذا الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ثم نعود إليكم في بيتهم طبعا التعليقات جوت كالتالي سلمى التي كتبت والله يحق لكم التفاخر والتباهي والفخر رحم الله شهيد فلسطين وقائدها تعليق آخر أحلام عن إنستغرام أيضا كتبت فخر عظيم لكل العالم نيالكم على هيك شرف وفخر هاي لازم تنحط بمتحف كنز لا يفنى الله يرحمه سيد القاده العظماء حكيمه كتبت انتم اصحاب الدار والشيخ القائد كان ضيف عندكم واستشهد على ترابكم لكم الفخر والبركه والملتقى الجنه ان شاء الله تعليق اخر سهام على الفيسبوك آه كتبت يا حظهم بيتهم اصبح متحف للفخر والشهامه تعليق اخر في رحمه الله عليه شهيد الواجب ان شاء الله مع الصديقين والشهداء تعليق اخير كتب رامي ربي يرحمه ويدخل فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون والبقاء إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه أبرز التعليقات ننتقل بكم إلى الهاشتاغ الثاني والختام أين مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بصور لزفاف شاب من أو لزفاف شاب من ولاية بجاية إلى هنا كل شيء عادي لكن الأمر الذي صنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي هي طريقة زفافه حيث قرر هذا الشاب المغامر بإقامة زفافه بطريقة خاصة أي أن الحفل تم في مخيم في منطقة جبلية حتى يتخيل أنك في أحد أماكن التخييم الجبلية كما نتابع في هذه الصور التعليقات جاءت كالتالي عبد النور كتب جمع الله بينكم بالخير إن شاء الله تعليق آخر ياسين كتب مبروك عليكم وربي هنيكم خويا والعقبة الذرية الصالحة إن شاء الله تفاعل اخر جاء في بارك الله لكما وجمع بينكما في الخير ورزقكما بالذريه الصالحه. تعليق نجات كتبت الف مبروك يوبا ربي يهنيكم ويسعدكم بسعاده الدارين واولاد وبنات تملا بيتكم بالفرح ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه ابرز التعليقات وبهذا قد وصلنا لختام عدد اليوم من برنامج أنهار تراندينج شكرا لكم.